بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القادر على القوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، تقدمت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بدعم الشعب الصومالي الشقيق لما تعرض له من جفاف في خلال الفترة الحالية، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذا الدعم للشعب الصومالي الشقيق بحكم العلاقة الوطيدة وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين والحكومتين. وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي محمد حسين روبلي وزير رئيس وزراء الصومال، ولا معالي الوزيرة خديجة لمتابعتهما وجودهما الحثيثة على دعم الشعب الصومالي، وبطلب من معالي رئيس الوزراء بأن تقدم دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق الدعم من المساعدات الإنسانية، وهذا بحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين. وشكرا جزيلا.